من ابو الجود. اوبا شو هذا يا عين؟ لحظه 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 لحظه. مرحبا، كيفكم اليوم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم حيكون فتح هدايا ميلاد نشأة. مثل ما حكيت لكم، مراحل اليوم حيكون فيديو فتح هدايا عيد ميلاد نشأة اللي انتم شفتوه في الفيديو الماضي، اللي عزمنا فيه عائلة ابو الجود وعائلة ابو صلاح جنى وعمو مروش. بس قبل يا جماعة ما نروح للهدايا ونفتح الهدايا ونورجيكم شو جاب ابو الجود طبعا وعمو مراد طبعاً، وابو صلاح طبعا ادانا ناشف طبعا وملك هذا هدية ملك طبعا. اول ما نفتح هدايا لحظة طيب مين احلى الناس؟ استني، الناس اللي جد على القناه شو يعملوا؟ مين احلى مين احلى بالنسبه لك، الناشف ولا الهدايا؟ كله حلو، كلهم يعني بصراحه احلى من بعض. لايك وشير وسبسكرايب، ووصلوا هذا الفيديو لعدد من اللايكات، وصلونا ل 20 مليون. يلا ان شاء الله، يا ريت يا رب نسمع منك. خليكم معنا فتح الهدايا. خلينا هالبيت نبلش. بدكم تبدوا بهديه مين بالاول؟ تفتح هدية هذه؟ يلا نفتح هدية ملك. طبعا كلكم شفتوا ملك معانا بالفيديو اللي فات، هي ملك بتكون خالف نشأة. لا بشوش بشوش، هذه يمكن كتبالك فيها حاجة. كتبالك. ملك كتبالك. كل عام وانت بألف خير يا أحلى نشأة ملك وتيتا. ملك وتيتا يا عيني، وانت بألف خير. هتفتحها؟ أنا أصلا. طب يلا ماشي، يلا انا وانت. شو بتتوقع يكون فيها؟ لا شو الهديه؟ شو الهديه؟ طياره. بتوقع طياره. سياره. يعني جيب هذا، جيب جيب يا عيني، والريموت وبمشي صحن، بمشي على الريموت. ريموت يا عيني. واو، هذه سياره على الريموت، والله انها حلوه كثير. لحظه خلينا نشغلها. شغليها مراح. يا عيني واو، ما احلاها. كثير حلوه. شو بتقول لملك يا نشأت؟ بتحبها؟ حلوه كثير. يلا خلينا هلقيت نبلش في الهديه الثانيه. هذه من عمو مروش مراد، والله شكلها حلوه كثير. هديه على فكره، ثلاث هدايا باكيت واحد. استني 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 استني. قول له شكرا يا عمو مراد. شكرا يا عمو مراد، بنحبك كثير. يا عيني يا عيني، تعالي شوف. وشكرا يا سلا عمار. طلع سن، طلع هنا نشأة 2/6. شو هذه؟ في هذا اليوم ازداد الكون جمالا، كل عام وانتم بألف خير. نشأة سوبر توينز تالا وعمار، قناة تالا وعمار. طبعا يا جماعة هحط لكم. طيب انا راح احط لكم رابط قناتهم في صندوق الوصف، روحوا اشتركوا عندهم، قناتهم حلوه كثير. عمو مراد انت ملزقها كثير. شو هذا؟ عشان يغلبك. شكله مصاري؟ عشان تتفاجأ. انا شكله مصاري، ما دام ملزقها كثير شكله مصاري. طبعا هذه الهديه الاولى من الباكيت. يا عيني ما احلاها. يا عيني. لا شو هذا؟ يا عيني يا عيني واحلاها. سمك حلوة؟ حلوة. بابا افتح هديلي ولا نشأت؟ اليك ولا نشأت. يلا احكوا له عمو مراد. شكرا يا عمو مراد. شكرا يا عمو مراد، هذه اللعبة بنحبها كثير من الزمان. نشوف شو كمان جايب لكم هدية. استنى يا عيني. هذا يا حلوة كتير. شو بتقولوا له؟ شكرا كتير. هذه بجامة من عمو مراد. ونوصلك 2000 لايك. هذه بصراحة حلوة كمان. كتير عجبتني. حلوة كتير. هذا بنفسه مرح ونشأت. وسوبر توينز صح؟ يلا نشوف شو الهدية الثالثة اللي جايبها عمو مراد. أنا شاكة أنها تكون عطر. شكل العلبة أنها مربعة هيك. عطر. عن جد؟ في صوت مية جوا. أنا بعرف. عطر لنشأة؟ أنا ولا حاجة يا عمو مراد. كله لنشأة. يمكن إلك يكون عطر رجالي.
يا رب يا رب تطلع إلي يا رب يا رب إلي يا رب. لا والله أطفال. عطر أطفال. ولا حاجة إلي يا عمو مراد. ياي. يا أطفال. يا حرام يا بابا. الله يسامحك يا عمو ورينا مراد. ورينا هيك على الكاميرا. تشمت فيا. يا عيني عطر. الله. سنة سنة رشة. بابا لو سمحت خليني. بتجنن بتجنن. حلوة؟ يلا احكوا كلمة حلوة لعمو مراد. عن جد هدايا عمو مراد حلوة. احكي لعمو مراد كلمة. طبعا مثل ما شفتم يا جماعة شو عمو مراد جاب له نشأة صيادة سمك وجاب له بجامة وجاب له عطر وما جاب ليش حاجة ولا اشي. بدي اخذ علبة العطر اللي طيب. بدي اخذها الي خلص صح. بدي اخذها الي يلا روح. طبعا مثل ما حكيت لكم راح احط لكم ماشي سوبر توينز راح احط لكم رابط قناتهم في صندوق الوصف. في الهدية الثالثة من عمو ابو صلاح ابوها لجنى تمام. هو ادانا ناشف الراجل ما لحقش مثل ما شفتم ما لحقش انه يجيب هديه كان الوقت معاديق للاسف ادى نشأت ناشف هو طبعا اشي حلو هذا انا كيفت عليه واللي عمو ابو صلاح اداهم لنشأت ثاني يوم جبت لنا نشأت فيهم كيكه حلوه وعملنا له عيد ميلاد في البيت كمان يعني عيد ميلادين صح؟ اه يلا احكي له شكرا يا عمو ابو صلاح شكرا طيب يلا احكي له شكرا يا عمو ابو صلاح شكرا يا ابو صلاح احكي له يا مراح ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح بدنا نروح للهديه الرابعه الهديه الرابعه من مين من تيتا الكريمه الله تيتا جابت له هادي هاد للبحر حلوه بتلبسها واحنا رايحين على الشاليه او على البحر صح اه هذا عشان الصيف جاي حلوه يلا يحجز لنا شاليه يوم يحجز لك شاليه اه يوم الشوب والله العظيم حلوة 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 بتجنن صح؟ يلا قول لتيتا شكرا يلا احكي لتيتا كريمة كلمة احكي لها كلمة شكرا يا تيتا يلا هلقيت مثل ما شفتم هي هدية تيتا هلقيت بدنا نروح للهدية الخامسة طبعا وهي الهدية الخامسة هذه من ميرة من ميرة بنت عمو تامر بنت اخويا الشهيد تامر تمام خليكم معنا يا جماعة في لسه الهدية السادسة هيها ابو جود ها ما فتحناهاش هذه هدية ميرة هي هدية ميرة ميرة الأميرة ميرة الأميرة أوه بجامة بجامة يا عيني يا عين شو هالحاجات الحلوة طبعا ميرة هي جايبة له بجامة حلوة كثير بتجنن يا شو بتقول لميرة يلا تحبوها احكي لها بحبك يا ميرة I love you هنا هنا على الكاميرا احكي لها بحبك يا ميرة I love you بحبك اي لاف يو طبعا مثل ما شفتم هذه الهدية الخامسة من ميرا هلقيت بدنا نروح على الهدية السادسة والاخيرة واللي فيها حماس كتير من ابو جود الهدية السادسة واللي كتير انا متحمس لها من ابو جود انا خايف تطلع مقلب شو رايكم؟ انا كل مقلب عشان هتجيله معقول؟ مقلب استنى 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 اوبا شو هذا يا عين لحظة 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 افتحها من فوق يا سهر السلام عن جد والله حاجات حلوة كثير استنى مالك شوية شوية ما راح انهبلت ولا شفت نبل بشويش 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 لا 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 مش هيك مش هيك استنى استنى شوية 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 خربوا العقدة من هين بطلت بدها تحل لا هي فكت فكت تمام 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 اوبا لا 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 بشويش 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 شو ها تعال تعال صور هنا تعال 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 صور هنا تعال بشويش بشويش يا بابا بشويش 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 شو هذا شو هذا يما كثير حاجات شكرا شكرا يا ما بتجود يا عيني شو هذا محلاه شوف واو كثير حاجات شوفوا شوفوا شو جايب لهم عمو بتجود شو هذا كله يا عمو بتجود شو هذا كله والله كثير كمان ماشي شويه يا عيني يا عيني هذه الي بس هذه يعني انا هي كل اللي طلع اللي من الهدايا يا جماعه انا شهد الثاني والله يخلف عليه وهذه الي كلها يا عيني كمان كلهم هذول الي والولاد انهبلوا يا ابو جود شو هذا حرام عليك هبلت الاولاد لا لا كلهم الي كلهم الي كلهم الي ماشي واو ماشي لا طبعا مثل ما شفتم شو ابو جود جايب يلا احكوا كلمه لعمو ابو جود بس كده شكرا ومن حبيبي
ملك ابو الدين. هنوصلك 20 مليون. هو اللي لازم يوصل. هو اللي يوصلنا 20 مليون. احنا نوصل 20 مليون. انا بسرعه. الله الله الله. طيب يا جماعه مثل ما شفتم فتحنا الهدايا قدامكم، شفتوا شو جاب ابو الجود، عمو مراد، عمو ابو صلاح، ملك وتيتا وميرا كمان. تمام، شكرا لكل الناس اللي شاهدت الفيديو حتى النهايه. اطلعوا معي، اطلعوا 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 الكاميرا. فتح دوري فتح. والناس اللي لسه مش عامله اشتراك في القناه بنتمنى تنزلوا تحت وتعملوا اشتراك في القناه، وبنتمنى افتحي، وبنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبوا الفيديو ما ينساش يحط له لايك. تمام، لايك وشير وسبسكرايب، ووصل هذا الفيديو لعشرين ألف لايك. مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.